ما هي الأسباب التي تؤدي إلى توقف نبض الجنين؟ ما هي العوامل التي تساعد على ذلك؟ وكيف يتم تشخيصه؟ وما هي بعض طرق الوقاية منه؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد فاصل قصير، فابقي معنا حتى النهاية، ولا تنسي دعم قناتنا عبر الفيسبوك قناة الحمل والولادة بالاشتراك والإعجاب، ورابط القناة ستجدينه في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت. وشكرا لكم جميعا. مرحبا بك مجددا. توقف نبض الجنين من المشكلات الشائعة التي تحدث بنسبة كبيرة لدى السيدات الحوامل، والتي تسبب في وفاة الجنين دون علم الأم، ولا يتم اكتشافه إلا من خلال زيارة الطبيب وإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية. وفيما يلي سنعرض لك أهم الأسباب التي تؤدي إلى توقف نبض الجنين في بطن الأم. رقم 1، الاضطرابات الكروموزومية والتشوهات الخلقية. تعد التشوهات الكروموزومية، خاصة تلك المرتبطة بالتشوهات الخلقية، سببا لتوقف نبض الجنين، حيث أن حوالي 3/5 الحالات التي تتعرض إلى الإجهاد المبكر خلال الثلث الأول من الحمل سببها الخلل الكروموزومي لدى الجنين. وقد تعود معظم حالات خلل الكروموزومات إلى تشوهات غير طبيعية في البويضة أو الحيوانات المنوية، أو بسبب مشكلة حدثت أثناء انقسام الزيجوت، وهو ما يؤدي إلى توقف نبض الجنين. رقم 2، التواء الحبل السري. التواء الحبل السري حول رقبة الجنين أو أحد أطرافه من بين المشاكل التي يعاني منها بعض الأجنة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى قطع إمدادات الدم والأكسجين إلى الجنين، الشيء الذي يؤدي بدوره إلى توقف نبض الجنين، وخاصة في الثلث الأول من الحمل. رقم 3، العدوى. يقصد بالعدوى بعض أنواع العدوى البكتيرية أو حتى الفيروسية، وفي حال كانت الأم مصابة بهذا العدوى يمكنها أن تنتقل من المهبل إلى الرحم، مما قد يؤدي إلى توقف نبض الجنين. ومن أكثر أنواع العدوى شيوعاً داء الملاريا، داء المقوسات أو المكورات المعوية، وغيرها من الفيروسات. ويمكنك الوقاية من توقف نبض الجنين من خلال تجنب ممارسة الأنشطة العنيفة التي قد تؤثر على صحة جنينك. كذلك حاولي أن تحصلي على كافة العناصر الغذائية الضرورية خلال الحمل، مع مراجعة الطبيب عند إصابتك بأي مرض أو عدوى خلال الحمل، وأخذ اللقاحات التي ينصح بها الطبيب. إلى اللقاء.